بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سعادة الدكتور محمد فتحي سعود، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن ألتقي بكم في هذه المناسبة والتي نتواصل من خلالها بأبرز ما توصل إليه المجتمع القطري والدولي من خبرات وأبحاث متطورة وحديثة في مجال البحث العلمي بكافة مجالاته وكيفية تطويرها لخدمة المجتمعات المحلية والأقليمية والعالمية قاطبة. وحول هذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حفظها الله، راعية مسيرة البحث العلمي وتقدمه في دولتنا الحبيبة ولمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على إقامة هذا المنتدى الرائع. لا يخفى عليكم أيها السيدات والسادة في أن البحث العلمي هو الأداة التي لا تنازعها أداة في مجال مكافحة الأمراض وتحسين صحة المواطنين في أي بلد من بلاد العالم. ولقد اتسمت المبادرات المتعددة التي اتخذتها دولة قطر بسمة أساسية تركزت في وضع نظام شامل وحديث للرعاية الصحية وتهيئة المناخ اللازم للبحوث الطبية الحيوية. وتعتبر هذه المهمة بالغة الأهمية، خاصة وأن القرارات والإجراءات السياسية التي تتخذها الحكومة من أجل تحسين الصحة وتطوير الرعاية الصحية تستند إلى براهين قاطعة أفرزتها تلك البحوث. كما لا بد من الإشارة هنا إلى التطور الدائم الذي تشهده الدولة في كافة المجالات الطبية والعلمية بما يتماشى مع السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة في كافة القطاعات عامة والصحة خاصة. ومن بين المكاسب الرئيسية للتقدم في البحث ما تم اكتشافه من لقاحات المضادات الحيوية اللازمة لعلاج العديد من الأمراض وعلاج الإنسولين الخاص بمكافحة مرض السكري وأدوية ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتقنيات الجراحية الجديدة المستخدمة في معالجة الكثير من الأمراض. ولا يخفى على أحد منا أن التطور الهائل في المجال الطبي الذي يشهده عصرنا هذا ما هو إلا ثمرة الجهود التي قام بها العلماء والباحثون الذي وهبوا أنفسهم لخدمة البشرية. ومع ذلك تبقى هناك تحديات كثيرة في مجال البحث العلمي، من بينها استخدام الخلايا الجذعية والبحوث السريرية والعلاج بالجينات في علاج أمراض القلب والسرطان ومكافحة وباء السمنة ومرض السكري والأمراض الوراثية وفي غير ذلك من الأمراض. وهذه البحوث سيكون لها الأثر الكبير في تغيير مسار العلوم الطبية وتحديث طرق العلاج أو الاكتشاف الجديد منها. لقد شرعت دولة قطر من خلال المؤسسات العلمية مثل مؤسسة قطر وواحد قطر للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى سدرة وبنك قطر البيولوجي وجامعة وايل كورنيل والمعهد القطري للبحث ومركز الشفلح في تنفيذ برنامج طموح للبحث العلمي وبناء قاعدة علمية واسعة لتأهيل الكوادر البشرية والعربية في مجال البحوث الحديثة، مما سيساعد على إحياء النهضة العلمية في منطقة الشرق الأوسط كما كانت عليها في عصرها الذهبي. وأذكر هنا بعض الأمثلة على سبيل الحصر وليس الحصر ما قامت به مؤسسة قطر من استضافة كثير من المؤتمرات العلمية مثل منتدى مؤسسة قطر السنوية للبحوث وبرنامج قطر للريادة في العلوم، بالإضافة إلى البرنامج التلفزيوني نجوم العلم لتؤكد دعمها الدائم للابتكار والبحث العلمي. ولقد أنتج البحث العلمي فوائد صحية واجتماعية ملحوظة، كما أنه تمخضت عنه بعض الأوجه الأخلاقية التي تتعلق بحماية الأفراد المشاركين في البحوث، وحيث أن الحفاظ على سلامة المرضى هي من أولويات المجلس الأعلى للصحة، سواء كان ذلك عند إجراء البحوث الحيوية أو الكلينيكية أو عند رعاية المرضى، فقد وضع المجلس العديد من السياسات والضوابط والقواعد الكفيلة لتعزيز أخلاقيات البحث العلمي في المجال الطبي الحيوي. وقد وضحت هذه السياسات القواعد الأخلاقية اللازمة لممارسة البحوث الطبية. وقد بنيت هذه القواعد طبقاً للمبادئ والمعايير الدولية وبما يتوافق مع الموقع الريادي لدولة قطر في مجال البحوث الطبية الحيوية. وقد قام المجلس بتشكيل اللجنة الوطنية القطرية لأخلاقيات البحث العلمي، ويمثل أعضاء اللجنة كافة المؤسسات العلمية والطبية بدولة قطر،
المعنية بالبحوث الطبية. وقد أقرت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 25 مارس 2009 المبادئ الأخلاقية والقواعد الإرشادية والسياسات الخاصة التي يجب الالتزام بها لحماية الأشخاص الخاضعين للبحث الطبي الحيوي والسلوكي. وبناء على توصيات اللجنة قام المجلس بوضع العديد من اللوائح الخاصة بإجراء البحوث في مجال البحوث الجذعية والسريرية والعلاج الجيني والعينات البيولوجية. واستنادا إلى رؤية قطر 2030 فقد قام المجلس الأعلى للصحة بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2011-2016 والتي وضعت البحث العلمي كأحد أهدافها السبعة الرئيسية، وتبعها مباشرة بوضع الاستراتيجية الوطنية لعلاج السرطان. ويهدف المجلس الأعلى من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تقديم أعلى المستويات في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المبنية على الأدلة العلمية والبحثية لبناء مجتمع ينعم بالصحة والعافية، واضعين نصب عيننا أن تساعد هذه الرؤية كذلك على خلق مراكز قيادية في البحث الطبي والحيوي. والمجلس الأعلى للصحة باعتباره أعلى سلطة للرعاية الصحية في دولة قطر سيقوم بتوجيه عمليات التنفيذ الفعلي لضمان أعلى المستويات الدولية من الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية. ويتفاعل المجلس مع كافة المؤسسات الطبية والأكاديمية في جميع المجالات الصحية والطبية، وعليه يحث المجلس الجميع بالعمل معا من أجل ضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للصحة من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر. ولا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أشكر أولا الباحثون والعلماء السابقون واللاحقون لتفانيهم وتسخير أوقاتهم وحياتهم العلمية والعملية للقيام ببحوث نتج عن وسينتج عنها بإذن الله ما يخدم الإنسانية جمعاء. ولا ننسى كذلك أن نشكر القائمون على هذا الملتقى الرائع، والمتأمل أن يخرج منه ما سينهض بمسيرة البحوث في دولة قطر والمنطقة خاصة والعالم عامة إلى أعلى المستويات. متمنين لكم التوفيق والنجاح دائما، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.